فكرتنا هذه الزيارة من إطلاق مشاريع جديدة لفائدة شباب الولاية، وخاصة مشروع إنجاز 98 ملاعب جوارية عبر تراب الولاية، منها 48 في مناطق الظل، وكذا تدشين منشآت شبانية ورياضية من شأنها إعطاء حركية جديدة لتغطية الشباب وتطوير الرياضة في هذه الولاية. على هامش هذه الزيارة كان لي لقاء مع الحركة الجمعوية الشبانية والرياضية تكريسا لسنة دأبنا عليها قوامها التشاور والحوار مع الشباب والمجتمع المدني حول المخطط الوطني للشباب، خاصة ونحن مقبلون كما تعلمون على استحقاق مصيري وتاريخي، وهو الاستفتاء الشعبي على الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل. وجاء هذا الدستور بطفرة نوعية فيما يتعلق بالشباب والمجتمع المدني، إذ نص في سابقة هي الأولى من نوعها على التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وكذا تفعيل المجلس الأعلى للشباب واستحداث لأول مرة المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعول عليه لتقديم اقتراحات وتوصيات والتكفل بانشغالات المجتمع المدني.